السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في محاضرة عن أهمية المدن الذكية، وجه سؤال لكن للأسف وقت المحاضرة كان ضيق، فما كانش في وقت إن إحنا نجاوب. فخلينا نشوف إيه السؤال والإجابة. كان السؤال بيقول: هل علماء النفس ليهم دور في تصميم المدن الذكية؟ آه طبعا، المخطط أو المعماري أو المصمم بيقعد مع ناس كتيرة بيبدأوا يحطوا مع بعض التصميم للمدن الذكية. الموضوع مش موضوع سنسور أو لا، يكون في تصميم كويس، تصميم مناسب للحياة، تصميم يكون فيه استدامة، وبيقعد مع الناس نفسها اللي هتسكن في المدينة، اللي هو المستخدم النهائي اللي هيسكن في المكان، هو ياخد رأيه ويتناقش معاه ويوري له التصميم ويعدل عليه وكل حاجة. طب ايه لازمة علماء النفس؟ علماء النفس متخصصين في فهم سلوك الإنسان وتفاعله مع البيئة، فهم خبراء في تصميم مدن تلبي احتياجات السكان وتعزز الرفاهية بتاعتهم. وما ننساش قول تشرشل بعد الحرب العالمية الثانية، لما كانوا بيعيدوا إنشاء البرلمان وبيعيدوا إنشاء المدينة لندن وكل المدن بريطانيا، قال لك: نحن نشكل مدننا وهي تعيد تشكيلنا. وكان في يعني مكان في أمريكا انتشر فيه الجرائم، كان ساكنها ناس يعني المجتمع مش بيشغلهم منبوذين، فهم قالوا: احنا محتاجين، يعني البلد قالت: احنا محتاجين قطعة الأرض ديت، فهناخدها منهم وفي المقابل هنديهم عمارات مصممة على طراز حديث. لكن صمموها من غير ما يرجعوا لعلماء النفس ولا يرجعوا للناس اللي هتسكن فيها، فازدادت الجرايم. ليه؟ الناس كانت بتبني وعارفة ان في مشاكل، فكانوا بيبنوا بالفطرة مباني تقلل الجرايم، يعني مفيش مثلا مكان حد يستخبى فيه وهكذا. فالحاجات اللي اتبنت كوبي بيست وحط حط حط حط، فبقى في مثلا اماكن ممكن واحد يستخبى فيها جنب الاسانسير ويهاجم فتاة او يهاجم شاب وحاجات زي كده، فانتشرت الجرائم في المكان ده. فلازم اشراك السكان ولازم اشراك علماء النفس في فكرة التصميم. طب علماء النفس ممكن يشاركوا في ايه؟ مثلا تصميم المساحات العامة اللي تحفز التفاعل الاجتماعي وتعزز الشعور بالانتماء، المسارات بتاعتها، الأشكال بتاعتها، تصميم المباني اللي تراعي الاحتياجات الإنسان النفسية زي الإضاءة والتهوية والمساحات الخضراء. ممكن يساعدونا برضو في أفكار لتصميم أنظمة نقل تقلل من التوتر والقلق وتشجعنا على استخدام وسائل النقل المستدام. تصميم التكنولوجيا ممكن يدينا نصائح حول تصميم التكنولوجيا لتسهل حياة الناس وتلبي احتياجاتهم النفسية. خلي بالك إن مفيش حد بيقول كل حاجة، لأ، إحنا بنتناقش، وده حد عنده مثلا فكرة بس مش عارف تنفذ ازاي، وده عنده التنفيذ بس محتاج الفكرة. فالعصف الذهني ده هو بيطلع تصميم ينفع يكون مدينة ذكية، زي مثلا الحدائق تخلي فيه تحفز اجتماعي بحيث ان هم يتعرفوا على بعض السكان. اغلب المدن اللي احنا بنسكن فيها حاليا، تمام، الناس اللي ساكنين في نفس الدور ما يعرفوش بعض، انا يعني ما يعرفوش بعض. الناس اللي ساكنين في نفس العمارة بيقابلوا بعض بس في الاسانسير، ما بيتكلموش، ما فيش اكتر من صباح الخير وخلاص، تمام. زمان مثلا كان في حاجه موجوده عندنا في الريف اسمها المصطبه، حته كده زي طوبه كبيره كده الناس بتقعد عليها في الشوارع، كلهم بيتعرفوا على بعض وبيعرفوا اخبار بعض وشربوا شاي مع بعض، فبيخلوهم في تعارف كبير جدا يعني. ترعى اعزكم الله، كان الناس ستات بتروح هناك مثلا هتملى ميه هتعمل حاجه، بيتعرفوا على بعض ويحلوا مشاكلهم. الستات الكبيرة بتنصح الستات الصغيرة، فكان بقى فيه نوع من أنواع التبادل. فليه ما بقاش حاجة زي كده؟ يعني كان من ضمن الحاجات اللي قالوها علماء نفس لما كنا بنستشيرهم في حاجات في تصميم العماير، خلوا دور معين في البرج. البرج مثلا ما شاء الله 40 دور، خلي دور الناس قبل فيه بأي شكل من الأشكال، يعني دور مش هيتعمل شوية، ده هيتعمل يبقى مثلا في حدائق، في مثلا كافيه، في كذا في كذا. المهم يبقى في مجال ان اللي قاعد زهقان في العماره ينزل فيتعرف على الجيران. دي من ضمن الافكار اللي احنا استفدنا منها. يعني برضو ممكن يدونا نصايح ازاي نصمم مكاتب تعزز الابداع والانتاجيه للموظفين، وازاي يبقى في اناره تحاكي ضوء الشمس الطبيعي، ازاي نعمل مدن اكثر راحه وتعزز الانتاجيه وتقلل الجريمه وتعزز الاستدامه وتعزز الصحه النفسيه للسكان. أتمنى أكون جاوبت ولو إجابة بسيطة عن السؤال.